طيب دكتور، يعني العلاج بقى، لان انا يعني انا شايفه الناس قاعده مستنيه بقى، عمالين نديها معلومات، شخصنا وقلنا المضاعفات وكل حاجه وحضرتك طمنتهم في البدايه، مستنين العلاج. طيب هو العلاج المجموعه، في مجموعه ممكن ما تحتاجش علاج خالص، زي ما قلت لك بعض الاكياس الوظيفيه صغيره الحجم، ممكن مجرد ان احنا طالما ما فيش اعراض خطيره ممكن بنتركها ونخليها تحت المتابعه لمده شهرين او ثلاثه. في اغلب الاحوال الاكياس دي بتنشف في مكانها والمبيض بيتخلص منها بشكل طبيعي. طب معلش يا دكتور، اسمح لي ليه سؤال بس هنا، يعني هل ممكن الـ الوظيفية دي يحصل ان هي تنفجر برضو على وريد او على شريان ويحصل نزيف داخلي اي في طبعا المعدة؟ ممكن وارد، يعني بس لكن في العادي ما بيحصلش، في العادي لكن ما دي بيحصلش. احتمالات ضعيفة. وبعد لان هي الاكياس الوظيفيه عامه لا يمكن حجمها يتخطى 5 سم، يعني ما بتكبرش عن 5 سم، ففرصه ان يحصل فيها التواء او يحصل فيها انفجار او يحصل فيها قليلة نزيف جدا. فرصه ضعيفه جدا جدا، لان ده عاده بيصاحب الاورام اللي حجمها اكبر من 5 سم واللي هي مستحيل تبقى كيس وظيفي. تمام يعني لو احنا تمام واحده سيده دكتور قال لها انت عندك كيس وحجم الكيس دوت 7 في 8 9 في 10، هو طبيعي الدكتور بيقول لها ده مش كيس وظيفي، ده كيس مرضي لسبب مرضي وبيحتاج تدخل بالعلاج سواء علاجي او جراحي. تمام. طيب العلاجات بقى، حضرتك بتقول نكمل ان بقى احنا العلاجات، قلنا قلنا ده نوع مجموعه ما ما بنحتاجش فيها بيحتاجش. العلاج خالص، بس بنكتفي بالمتابعه، يعني بندي للسيده ميعاد كل 15 يوم او كل شهر ونتابع الكيس ده لحد ما يختفي تماما، اذا تيقنا ان ده كيس وظيفي وحجمه صغير ما يحتاجش تدخل. في بعض الاكياس الوظيفيه اللي حجمها بيبقى اكبر شويه، مثلا 4 سم 5 سم اكبر، يعني قربت من 5 سم، دي بنلجأ فيها العلاج الدوائي، ان احنا بندي حبوب منع الحمل. وبرضو انا يعني برجع للنقطه ان دايما حبوب منع الحمل بتسبب خضه للسيدات وخصوصا للبنات. كنت لسه هقول لحضرتك لو بنت بقى كمان هتبقى مأساة، وبعدين بالظبط وهيجي دايما في بالهم ان هي خلاص كده مش هتخلف بقى طول عمرها. بالظبط، يعني برضو بنقول للناس، انا دايما بضرب المثل ده، يعني سيده بتستخدم حبوب منع الحمل بقالها 10 سنوات وبتاخد كل يوم حبايه وماشيه منتظم، بتنسى حبايتين اتنين بتيجي حامل. يعني حبوب منع الحمل تاثيرها كمانع للحمل مرتبط باخدانها في اليوم ده، انما وقتي. ووقتي. يعني السيده اللي خدت حبوب منع الحمل سنه سنتين ثلاثه اربعه، مجرد ما تبطل حبايه يومين ثلاثه هتحمل، لان الحبوب منع الحمل ملهاش تاثير ممتد في الجسم، لا فيها هرمونات مختزنه ولا بتتخزن في الدهون ولا ليها تاثير، وبالمناسبه لا بتتسبب في ميه تحت الجلد ولا كلام اللي الناس بيقولوه لبعض دوت، ده كلام كله مش مظبوط. حبوب منع الحمل هي هرمونات بتستخدم بتوقف عمل المبيض، وبتسبب في استخدامها في هذا الداعي اللي هو اكياس المبيض، هي بتفصل هرمونات الغده النخاميه وبتقللها اللي بتشغل المبيض، فالمبيض بيبتدي الهرمونات اللي بتغذيه تقل وحجم الكيس دوت يبتدي يصغر بالتدريج. 90% من حالات الأكياس الوظيفية بتنتهي بحبوب منع الحمل لشهر أو شهرين بكتير. تمام. طيب العلاج سريعا دكتور، بقية العلاج سريعا. العلاج بقى الأساسي اللي هو جراحة. جراحة طبعا الجراحة ممكن تشمل جراحة تقليدية فتح البطن، ودي جراحة انتهت خلاص ما عندناش بنلجأ لها في أكياس المبايض تماما. العلاج الأساسي هو جراحة بالمنظار، كل أنواع الأكياس اللي على المبيض يمكن استئصالها بالمنظار ايا كان حجمها وايا كان طبيعتها سواء حميده او خبيثه او كله، يمكن استئصالها بالمنظار الجراحي بدون فتح بطن تماما. تمام.